يكون بعلمك وهي عم فهمك، مو انا اللي طلعت على الاشاعه على جوزك انه مريض، ولاد ابنك هن اللي قالوا لي، واذا مالك مصدقتيني ليكن قدامك هي زينجو وهي رينجو، اساليهم اساليهما. طارق سليم شو القصه؟ صحيح انتوا قلتوا له انه جده مريض؟ اضطرينا هيك نقله. ليش؟ من غلاصتها وكثره اسئلتها على امكن وين؟ وين راحت؟ ليش راحت؟ بدها تعرف الجاجه مين جاجه والبيضه مين بيضه. جاجا ماشي كتر خيركم، هذا عوض ما تتشكروني لاني انا اكلانه همكم وهممكم. ماشي كتر خيركم، انا غليظه ما قريت كنت تشبهوني. رح هذا انتو هنا كنتو انتو برات البيت يا ترى ولا هلا طالعين؟ اهلين ام محمود. ام محمود هلا مو دكتور قالك ما تحركي من فرشتك؟ فوتي لعني ام محمود، فوتي ارتاحي. ما بدي ارتاح، جعت انا قمت من فرشتي مشان اكل لي لقمه، استنيت الجيران انه كان حدا ينزل لي لقمه اكل اتسممها، ابدا عبس لا تتعبي، قلت لحالي قومي يا بنت حوسي بحالك دبري لك شي لقمه بقى، تضربوا انتو التنتين، قمت انا. ايه لا تواخذيني ام محمود، امالي لا تواخذيني، كنت امبارحه كثير مشغوله، كانت حماتي مريضه ما قدرت اجي استفقدك. يلا بخاطرك ام محمود الله معك. مين حماتك هنا؟ جميل ما غيرها؟ مش انا كم واحد متجوزه؟ الله يلبسها ثوب العافيه. ليلي هلا شنو صحتها؟ ان شاء الله تحسني. الحمد لله صارت احسن. ايه الله يصلحك، كنتي نامي عندها ليله ثانيه؟ انت شو عرفك انه انا كنت نايمه برات البيت ام محمود؟ حماتك قالت لي. مين حماتي؟ ليش كم واحد متجوزه انت؟ ايه ام محمود ايه هلا فهميني شو بدك؟ وين شفتيها انتي لامي؟ هو محل ما انتوا واقفين انتوا اثنين كليكما هلا شفتها. وهلا وينها هي؟ فاتت التلفل تطمن على الوالد. الوالد مريض؟ هوني روح انت ويا ولا خير يا ابو؟ صحيح ابي بطلان؟ لا يا ابو مين قال لك ما مريض؟ ما في حدا مريض، ابوك بخير. ام محمود قالت لي انه مريض. انا ما دخلني ولادك هن فعلا اللي قالوا لي كليهما. يا لطيف قوموا حبيباتي قوموا على اوضتكم وارتاحوا، انا بشرح لابوكم الموضوع. قوموا يلا رجيلي يلا دنجور. قولي لي يا ماما خير شو القصه؟ تقبرني القصه وما فيها ان اولادك لما دروا انه جدهم مريض ما عرفوا انا جد، فكروا ابوك. مو ابو لجميل المريض يعني ابي المريض جميل الحقي ابي مريض. لك تعي لقلي يبعك لي حمى جيت لك احلها انت عميتها. لك ابوك مو المريض، هذا ابو رفقي صاحبه لعمك اللي بيلعب معه طاوله بالقهوه، كل ما اجوا ولادك لعندي بيقولوا له يا جدو ابوك الحمد لله ما في شيء. قطعتي قلبي مرت عمي. وانت ام محمود ليش واقفه؟ تعدي ارتاحي، بعد شوي الجاجه بدها تبيض ومنعرف الجاجه مين جابها والبيضه مين بيضها. غير مره بجي وما بحبه للبيض انا. هلا انتم ملبوكين بشغلات عائليه، انا ما بحب احشر حالي فيها، ابقي دخيلك سلمي لي على ابو رفقي رفيقه لجوزك جد لولادي اللي بيلعب معه شيش بيش طاوله يعني، وقلي له على لساني سلامتك. امشوا حبيباتي امشوا يلا بيت 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 يا بيتي يا بويتاتي يا مستر لعويباتي فيك البيت وفي خاطرك بجميلي. شغلة ما بتدخل بالعقل، بالأول الأولاد قالوا إنه جدهم مريض، طلع ما في شيء. بعدين هناء قالت حماتها مريضة وهي غزي العين مثل الحصان. بعدين أم جميل قالت أبو هناء المريض، طلع في جد ثالث للأولاد وهو المريض. إيه ما بتدخل بالعقل، صحيح أنا بنص عقل، بس ما بتدخل بنص العقل يلي عندي. في سر عم يخبوه ولازم اعرفه. يا يامو صدقيني ما في سر مخبينه عليكي. لا في وانا بعرفه وبعرف انه مرتك مبارحه ما باتت بالبيت. جميل احكي لها لامك، امك مو غريبه، احكي لها شو الفرق بين الاي في كان والافا كان، لانه بين الاي والآ في فرق، ولا شو رايك انت؟ خلص يا مو كنا متزعلين وهلا تراضينا، طولوا بالكم، ليش لنكش بالماضي؟ انا وياها هلا سمني على العسل، انا السمنه وهي العسل. جميل اذا ما بدك تحكي لها انا بحكي لها عن الفرق بين الاي والآ. اسكتي انت، بدي اسمع اول من الطرف الاول، قلي ليش مزعلتك مرتك؟ اي مالي سمعانه شي.
هلا بس تروح ام جميل بروح لعندهم وبحاول افهم شو القصة. يا يامو هي هي كل القصة. من السلام عليكم ولا طقطق؟ منو هي طقطق؟ طقطق هذا ابن خالته لمدلوق المنجعي بيقرب كناف. يا عبي الشوم عليك يا جميل، هي عملة بتعملها؟ بدك تتجوز على مرتك؟ لك لو بدور الدنيا كلها ما بتلاقي مثل ضفرة، مرة آدمية وحبابة وبتحبك وقلبها على بيتها وولادها، ما عندها الزايحة. إيه لا تنغشي دخيلك، في مليون وحدة أحسن منك. خلاص يا مو، غلطة وما عاد عيدها. الحق مو عليك، الحق على مرتك. الحق علي؟ إيه الحق عليكي. الرجال يلي بيفكر يتجوز على مرته بيكون أكيد ناقصه شيء مانو موجود بمرته، بده يعوضه مع وحدة تانية. أكيد أنتي منقصة على جميل شيء، بس شو ما بعرف. منقصة عليه شيء؟ إليكو مرت عمي جميل قدامك، اسألي إذا كنت منقصة عليه شيء وماني منتبهة. لا بالعكس يا مو، الحمد لله أنا مو منقصة علي شيء أبدا، مالي حياتي معبيتها مطففتها طفطفة. لكن ليش بدك تتجوز عليها؟ نزوة جهل الأربعين، هبت الأربعين. أنا هابب يا مو، شو بساوي؟ يا ما نبهتك يا هنا، قلت لك إلا الوراثة ما تلعب دورها، ما صدقتيني؟ هلأ صدقتك. على كل نديروا بالكن على حالكن، وما بدي أدرى تاني مرة إنكن زعلتوا، مفهوم؟ خلص اطمني يا مو، صار اللي صار، من اليوم ورايح بإذن الله ما رح تسمعي عنا غير كل خير. لكن قوم وصلني، بدي شوف أبوك للزعلان. على مهلك مرت عمي، ما بدك تشربي فنجان قهوة؟ اشربها بعدين تقبريني ما علي شي. خير ليش البابا زعلان؟ قال ليش نمت عند أختي؟ بتعرف أبوك ما بيقدر يقعد بلاي ولا خمس دقايق. الله يديم المحبة إن شاء الله. وأنت يا مو ليش نمتي ببيت خالتي؟ خالتك زعلاني كتير، بعدين بحكي لك. ما بدك تحكي قدامي؟ أبن ناقص. تفضلي يا مو، تفضلي. بوصلها وبرجع. لا تأخر. لا فورا برجع. أنا ديري بالك على جوزي خاطرك يا مو. مع السلامة. الله معك ما تعملي. لا تأخر. لك لا دغري برجع. لا تأخر. لا هلا برجع. المريض جدو ابو رفقي المريض. اي مزبوط. هلا حبيبتي، شبه صاير معك شي حبيبتي؟ ليني. لا ما في شي محمود، كل خير. بعدين انت شو اللي قومك من فرشتك؟ مو الدكتور قال لازم تضلي بالفرشة مشان ما تجيكي جلطة تالتة؟ شو اللي طلعت من البيت؟ انا جاي اطمن عليكي، انا امبارح ما نمتي انتي بالبيت. ايه لانه كنت عند رفيقتي ولدت ونمت عندها بالمستشفى، هي كل القصة. روحي ارتاحي ببيتك. شو جابي؟ منو هاي؟ رفيقتي. بنت. بنت يلا على كلين ألف مبروك، قومي سقينا كاسة شراب. حلوان البنت. لو البنت مو إلي، هي لرفيقتك بس كأنه إليك. أي محمود هلا أنت روحي ارتاحي ببيتك، وبس إجي لعندك بدل ما أجيب لك كاسة شراب رح أجيب لك قنينة تضلي تشربي فيها لتنبقي بق. إيه معلش خليني لكن ارتاح، وأنا رايحة باخذها للقنينة. شوفي محمود، امي كانوا في حدا فات على شاتك، لكن المصاري مو لساتها بسيفي. اوه ياي اتصلي لي بالشرطه. وعك محمود الابن ماله مكسور، ليكون حرامي مع مفتاح او عشان الشوك اللي بالورد بحب الورد تيارارا مو حافظك مالتها. مرحبا انو، تفضلي الورد يا احلى وردي. وين كنت لهلا جميل؟ وين كنت لهلا؟ انا اللي عم بسألك وين كنت لهلا جميل؟
يعني مثل ما بتعرف وين بدي اكون، كنت عم وصل امي. لهلا 10 دقائق من هون لبيت اهلك، 10 دقائق روحها و10 دقائق رجعها، انت صار لك 3/4 ساعة، وين كنت لهلا جميل؟ رد علي. شكو شكو. جميل رد علي، ليش تأخرت لهلا؟ تأخرت لأني كنت عم اشتري لك باقة الورد. باقة الورد؟ وشو المناسبة؟ أكيد عامل لك شي عملة. الله يسامحك يا هنو، معقول أنا أعمل شي عملة؟ ما بعرف، سأل حالك. لا بعدين أنا تأخرت شوي، ها صح، لأني فتت لعلى بيت أهلي، سلمت على أختي وأبي وقعدنا شوي مشان هيك. فتت على بيت أهلك وسلمت على أهلك كلهم؟ ليش ما قلت لي؟ كنت رحت معاه. ما صار شي، الأولاد وينو؟ بأوضتهم عم يلعبوا. دفريون على السينما، بعتيهم يشتروا بزر، لقيلو تصريفة مؤقتة. الحقيقي أنا بصرفه سريع. جميل ما في حدا بسقيفة، والمصاري ما حدا لاقون. أكيد هنا اخترعت هالقصة مشان تطالعني من البيت. معناتها في بالرز بصل بسيطة، وين بدها تفلت مني إلا ما أعرف شو قصتها. شوي. قال لازمها قسطرة ضروري. قسطرة؟ آه جميل، فوت انت والولاد على البيت، انا فايتي اطمن على ام محمود. ماشي خد امي. تعوا بابا. ام محمود؟ يا ام محمود حبيبي. سلامتك ام محمود، سلامتك من القهوة. تقبريني عم تغني كمان؟ بسيطة ام محمود، شغلة القسطرة كلها بسيطة. عجبك انا؟ قال الدكتور بتكلف العملية شي تلقسطرة 50,000. لك حاجة تتصرفي انت وياه، انا بدي اتقصر وانت عم تتصرفي. ايه في داكي ام محمود، مو بصحتك. هنا ممكن حبيبتي اطلب منك هالخدمة؟ ايه تكرم عيونك بخدمة بعيوني ام محمود. خلي لعيونك يا هنا، ليلو للاستاذ جميل اللي هو جوزك، بركي بيحكي لي مع الدكتور شيت المديرية يعمل لي القسطرة، يعني قسطرني ببلاش. ايه تكرم عيونك بحاكي. طمنا دكتور. اثار الاحتشائين واضحين بالتخطيط، ويجب اجراء قسطرة قلبية اسعافية والا بتموت. موت؟ ابو طارق درستوا انت شيء للموضوع؟ انا موضوع؟ موضوع بيني وبين جوزك. شو هو؟ ما بعرف. شو؟ اوام نسيت؟ ذكريني. موعدتني تدرس موضوع اجهزة القسطرة تبع الدكتور شيت كورن. ايه درسته، ولقينا احسن حل هو انه انت تتبرعي لك بشي كم مليون ليره، نشتري الاجهزه وبنعمل لك قسطره ببلاش. خلص بعملها على حسابي انا العمليه، شيتي شيت القسطره، قصر حالي لحالي حاجه بقى. لك ليش عم تستصلوا انت وياها؟ لك شوفي على جبيني بس، عيب استحوا. قلتي لي ام محمود قررت تعملي القسطره ولا ما بدك؟ لك بدي ام تحسين، شلون ما بدي؟ طيب وانت بدك تعمليها؟ اليوم ابو طارق جارنا رح ياخذ لي موعد بالمستشفى. بلاش؟ لك شو بلاش؟ بمصاري ام تحسين، لا تذكريني. طيب وقديش بتكلف؟ لك شبك ام تحسين، شو قصتك؟ بتكلف كثير مصاري، بدها تحططني اللي فوقي واللي تحتي، يلي بقصد كانوا تحتي راحوا ببرك. ما بعرف ما بعرف. يا حرام، ومنين بدك تتبيني؟ شفتي يا ريتك ما بعتي الملايين لابنك اللي بخرفك كان. شفتي ام تحسين؟ شفتي على الحيوانه؟ حيوانه انا؟ يلا انا لي معارف كثير ام تحسين، بدي اياه من هون شوي من هون شوي. بدينوني بدبر حالي، بدينوني. قال احنا يا ريت كنا معنا يعني، بس ما كنا قصرنا، بس يعني بتعرفي انت الحاله على قدها. بعين الله. وليش تمدي ايدك للعالم؟
هاي عندك ابنك اللي بخور فكان، خليه يبعت لك. على مهل ام تحسين، انا مالي مستعجله، بس ان زنق بطلع لعندك بتلفين. شنو انت عندك صفر؟ انا ما عندي صفر فكره. شنو ما اجت ببالي من قبل. بس بقى ذكروني بقى